عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الصيني شي جين بينغ حول مجمل العلاقات الثنائية، وذلك بعد مراسم استقبال رسمية عقدت للرئيس السيسي بقصر الشعب الرئاسي في بكين. كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التعاون المشترك. كما التقى الرئيس كذلك رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب الصيني.